حسنات هي في الميزان. يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتطهروا. أي شوف سبحان الله كيف الله عز وجل وصف هذه الفعلة بهذه الأوصاف. يقول الله عز وجل أن قطع الأرحام هو من الإفساد في الأرض. هذا اللي ما يسلم على أخوه، ما يسلم على عمه، على خاله، اللي ما قد زار أحد من أقاربه، نعم، اللي قطع أقاربه، هي الأمر الفعلة ليست بسيطة. شوف الله عز وجل قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وتعرفون أنتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن الرحم معلقة بالعرش، بعرش الله عز وجل. تقول: من وصلني إيش وصلته، ومن قطعني قطعته. المسألة خطيرة، لابد الإنسان أن يراعي مثل هذا الأمر وما يفرط فيه. هي ما هي مسألة شخصية، والله أنا ما أبي أتكلم مع فلان وبينه وبينه مشكلة، وإن كانت مشكلة المفروض ما نقطع الأرحام. لماذا؟ لأن قطع الأرحام من الإفساد في الأرض، والله عز وجل لعن من قطع أرحامه، وهذا دليل على أن قطع الأرحام من كبائر الذنوب. نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. شوف كيف سبحان الله، الله عبر عن هذا، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم أن هذه القلوب مغلقة، كأن فيها قفل، جايب واحد قفل وقفل على قلبه، فلا يدخله نور ولا يدخله هدى. هذا من؟ هذا من لم يتدبر القرآن. ولهذا ابن القيم رحمة الله عليه يقول: أما آن لهذه الأقفال أن تفتح حتى تدبر الإنسان كلام الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم. هذا بسبب الشيطان، من بعد ما تبين الإنسان الهدى ويضل بعد هدى كان عليه، هذا طريق الشيطان، هذا كله ضلالات الشيطان وسبل الشيطان. ولهذا الله عز وجل قال: ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا، يقولون اليهود ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. وهذا شيء ظاهري، يعني يتظاهرون بذلك، والله يعلم ما في سرائرهم وما في قلوبهم من هذا الفعل. وهذا حال المؤمن في هذه الدنيا، أنت في هذه الدنيا تبتلى. لماذا؟ حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أخباركم. هذا كله اختبار من الله عز وجل. فالإنسان قد يختبر بالخير أو بالضراء، وقد يختبر بالسراء. المال الذي أعطاه الله عز وجل الإنسان، أعطاه الله عز وجل هذا المال لكي يختبره، والعسر الذي كتبه الله عز وجل على الإنسان إنما كتبه ليختبره. فهذا اختبار وهذا اختبار. والناجح من صبر، والناجح من صبر من صبر. حسنات هي في الميزان.